مراكز وفضاءات شبابية من أجل تبادل الخبرات واستثمار الفرص، إضافة إلى استحضار السياحة الثقافية لما تشكله من رافع للتنمية والتعرف عن كتب على بعض معالم الحضارة المغربية بروافدها المتنوعة. ضيوف الأعزاء، سعيد جداً باستقبال هذا النشاط بمدينة تعتبر ممراً لمختلف الثقافات والحضارات. تستقبل مدينة طنجة اليوم اللقاء العربي المتعلق ببرنامج التعاون فيما بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون العربية، الهادف بالأساس إلى خلق فضاءات للتبادل، للتواصل، للتفاعل فيما بين شباب المملكة المغربية وشباب مجلس التعاون العربي. هذا البرنامج الذي يرنو إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب هذه الدول الشقيقة من أجل التلاقي والتفكير حول برامج مشتركة في مجال التنشيط الثقافي والسوسيو التربوي، أيضا يهدف إلى تطوير وإنعاش السياحة الثقافية الخاصة بالشباب على مستوى الدول الشريكة. هي أيضا فرصة للتفكير في خلق خلية تفكير من أجل بناء وإعداد مشاريع وبرامج لتطوير علاقات الشراكة والتعاون والتبادل فيما بين المملكة المغربية ودول الخليج العربية، الهادفة إلى الاستثمار الحقيقي لمجموعة من العناصر الثقافية سواء المتعلقة باللغة والتاريخ المشترك من أجل تطويرها وإنعاش السياحة الثقافية فيما بين الشباب. مدينة طنجة تستقبل هذا النشاط بدلالاتها المتنوعة المختلفة، دلالات ثقافية، دلالات الموقع، ولكن الأهم هو خلق شروط مناسبة لخلق فرص للتبادل والتواصل والتفاعل فيما بين شباب الدول الشقيقة. يعني من يوم جينا وإحنا قاعدين نستقبل التهاني من قبلكم ومن قبل الدول المشاركة معنا من جميع الإخوان. أولا في البداية نحب أول شيء نشكر المملكة المغربية على حسن الاستضافة وعلى سعة الصدر والترحيب، اللي للأمانة لم نشعر بأننا قرباء في دولة عربية وخاصة في المملكة المغربية. كذلك نشكر الأمانة العامة اللي حرصت على أن يكون هنالك تعاون مشترك بين الدول الخليجية والمملكة المغربية فيما يخدم قضايا الشباب وأهمية الشباب في عملية التنمية لأي دولة من الدول في مختلف مجالاتها. طبعا احنا سعيدين ان احنا نتواجد دولة قطر في مشاركة في مثل هذه البرامج لتبادل الخبرات او تبادل المعرفة بين قادة او مؤسسي العمل الشبابي في مختلف مجالاته في مختلف تخصصاته، وان يكون هنالك تبادل بين اعضاء هذه الدول لتبادل المعرفة فيما بينهم. لا نخفي عليك ان هذا البرنامج يعتبر برنامج جدا قوي جدا، سيساهم بشكل كبير أن نتعرف على ما تمتلكه المملكة المغربية في مجال العمل الشبابي وتمكين هؤلاء الشباب الذين اليوم أصبحوا هم العامل الأساسي والرئيسي لتنمية أي دولة من الدول العربية. هذه اللقاءات امتدادا للقاءات السابقة لتبادل الوفود، نتطلع أنها تكون هناك لنا تجارب ونطلع على التجارب للمشاركين من كافة الدول. هذه التجارب ستكون على أرض الميدان إن شاء الله في المرحلة القادمة، بحيث أنها نحول الأفكار إلى الميدان وتكون عندنا تجارب نتطلع أن يستفيد فيها أكبر عدد من الشباب، نستفيد أكبر عدد من المشاركين من مختلف الدول المشاركة فيها. كذلك سيكون لهذا اللقاء لقاءات أخرى بإذن مولا عز وجل في الدول المشاركة. سعدتين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.